الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. واستنبطنا من الآية عدة استنباطات تحل لنا كثيرا من الإشكالات التي يثيرها خصوم الإسلام أو يثيرها القوم الذين يتعصبون لظاهر النصوص مما ورد وصح أو مما لم يصح. وقلنا إن الوصية حين يوصي بها الميت أي من حضره الموت إنما تكون خلاصة لتجاربه العقدية في الإيمان يعطيها في آخر فرصة من فرص حياته لمن يحب، تلك هي الوصية. وساعة احتضار الإنسان قلنا أن هذه الساعة هي التي يؤمن فيها الكافر ويطيع فيها الفاجر، لأنه إن كان قد فعل شيئا من الإسراف على نفسه فقد غرته دنياه وقد غرته عافيته وقد غرته صحته. أما في الوقت الذي يوقن أنه سينتهي إلى الله فيه فكل شيء من فتنة الحياة قد زال، إذن لا يبقى في ذهنه إلا الحق. فما بالك بوصية نبي، ووصية نبي ليس لعموم أمته وإنما هي لخصوص بنوته. فهناك مطلبان: مطلب الخصوصية الإيمانية لكل إنسان، ومطلب الخصوصية الأبوية للأبناء. ولذلك قال الله أن يعقوب يوصي مين ساعة الوفاة؟ يوصي بنيه. فلو أنه كان يغش الناس جميعا ما غش بنيه، هذا على فرض أنه غير مربوط بمنهج من السماء، فيكفي أن يعطي لهم خلاصة تجاربه هو في الحياة، التجارب الناجحة التي يحب أن تكون مبادئ لهم وتكون دستورا. فما بالك بإيه؟ بنبي. وحين يرى التابعون للنبي أنه وصى بنيه هذه الوصية، يعلمون أنه ما وصاهم إلا للشيء الذي يحبه. وقلنا أيضا إن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء بنسق قرآني في موضوع، جاء فيه في موضوع آخر بنسق يخالف. فالأبوة بأبوة إبراهيم وأبوة إسحاق معلومة لمن؟ لأولاد يعقوب. لكن إسماعيل حين يأتي بين إبراهيم وبين إسحاق، وإسماعيل لم يكن في المشهد معهم لأنه كان مقيما في مكة، ما الذي جعله يأتي بإسماعيل هنا بين إبراهيم وبين مين؟ وبين إسحاق. ويراعي الترتيب الزمني في إسماعيل، لأن إسماعيل أكبر من إسحاق 14 سنة، يوم يأتي بهذا ثم يأتي بالعطف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق على مين؟ ليبين الآباء، ليبين. فكأنه أراد أن يدخل إبراهيم في الأبوة وهذه داخلة، لأن أبا الأب أب وإسحاق أب ليعقوب. إسماعيل جاء في الوسط ليه؟ قلنا بقى الحكمة في أن الله يريد بهذا النسق أن يعلمنا أنه يطلق على العم أبا. إيه الحكاية دي مع أن مثلا في سورة يوسف يقول الحق: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. طيب نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه بالله، مش كده؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. في النسق هنا الأبوي ما جابش مين؟ إذن السبب في إنه جاب إسماعيل هناك ليه؟ لعشان يدينا قضية. القضية اللي هي تحتها لنا إيه بقى؟ أن العم يطلق عليه إيه؟ أب. لنفهم من قضية إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقلنا أنه إذا قال لأبيه وجاء بالعلم المشخص له آزر يبقى يريد مين؟ لأنه لو أراد الأبوة الحقيقية النسبية قال لأبيه وسكت، يبقى ما دام جاب الاسم يبقى أبوه تنبهم إن أبوه مين؟ إن أبوه آزر، إن أبوه آزر. هنا النسق اليهود يريدون أن يفرقوا بين بنوة إسحاق وبين بنوة إسماعيل، فيأتي الله بهذه الآية ليدل على وحدة المبلغين عن الله، ووحدة المبلغين عن الله تنبئ بوحدة نفس البلاغ عن الله، لا يعطي لهؤلاء شيئا وهؤلاء، ولذلك اقتحم بإسماعيل القضية من مين؟ في مسألة وإيه؟ يعقوب، في مسألة يعقوب. وكأن الفاصل الذي يريدون أن يجعلوه بين بنوة إسماعيل وبنوة إسحاق بنوة ملغية عند الأب الأول وهو مين؟ وهو يعقوب، وهو لأن مين؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فكأن الله يريد أن ينبهنا بمجيء إسماعيل على خلاف نسق الأبوة في الآيات الأخرى ليدلنا على وحدة البلاغ عن مين؟ عن الله. فلا تقل إن هذا له كذا وهذا له كذا ما دام صادرين عن مين؟ عن إله واحد بمنهج متفق، بمنهج متفق. ولذلك قلنا حينما عدت لم يعدد الملة وإنما عدد التابعين للملة، إنما الملة واحدة، الملة آباء إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، تبقى الملة إيه؟ وختمها بقوله إيه؟ إلها إيه؟ واحدة، تبقى الوحدانية لله سبحانه وتعالى، واتبعوا إله واحد، واتحدت الملة أي البلاغ عن الله، وإن تعدد التابعون لهذه الملة في إبراهيم مرة وفي إسماعيل مرة وفي إيه؟ وفي إسحاق مرة أخرى. هنا الآية تخرجنا قلنا من أشياء كثيرة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفت سلسلة نسبه من آدم إلى أن جاء من أي كافر أو مشرك، فلا يقولن قائل إن آزر أبو إبراهيم وإبراهيم جد نبينا يبقى إذا نبينا دخل نقوله لا دي عمومة، دي إيه عمومة؟ وأثبتها في العمومات المعاصرة، أبو لهب كان كافر ولا لا؟ فأثبتها في العمومات الإيه؟ المعاصرة. فإن قيل إن في حديث ورد سئل رسول الله عن أبي واحد مشرك قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار، نقول له إن صح هذا الحديث فإن الحديث يجب أن يؤرخ له بالنسبة لنزول آيات القرآن لنعرف الآية نزلت بعد الحديث أم الحديث نزل قبل الآية، فيجوز أن يكون هذا الحديث على فرض أنه حدث قبل أن ينزل عليه قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومدام ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبقى أهل الفترة يبقى ناجون، يبقى ايه؟ يبقى ناجون.
أم كنتم طيب ونحن له إيه مسلمون. انظروا بقى إلى الآية الثانية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، إذا سمعت كلمة خلت كل المادة خلا يعني انفرد، خلا المكان من نزيله يعني إيه، يعني أصبح المكان لوحده والنزيل إيه، خلا فلان إلى فلان أي انفرد به. ولذلك هناك وإذا خلوا إلى إيه شياطينهم، وإذا خلا بعضهم إلى إيه يعني انفردوا بإيه ببعض. يبقى معنى خلا، احنا كنا زمان ان كل حدث لا بد له من محدث، يعني واحد يعمله، لا حدث يوجد بذاته، وكل حدث يحدث ما دام يحتاج الى محدث اللي بنسميه الفاعل يحتاج الى زمان والى مكان، ظرف يقع فيه، والا ايوجد حدث بدون زمان او مكان؟ لا يوجد. يبقى لازم في حدث. الظرف الزماني او المكاني حين يوجد فيه حدث والحدث لا بد له من فاعل، يقال ان المكين في الزمان والمكين في الحدث هو الفاعل، ويصنع الايه يصنع الفعل. فاذا قلت تلك امة خلت، خلت يعني ايه بقى؟ يعني انقضى زمانها وانفرد عن زمانكم وانفرد مكانها عن مكانكم. ولا قال لك لا، المكان قد يكون هو ظرف قار، الزمان هو اللي ظرف ايه متغير، زمان غير ايه غير قار، انما المكان هو اللي ايه القار. يبقى خلا زمانها او مكانها؟ زمانها، يعني زمانها ايه. تلك امة قد خلت يعني زمانها ايه انتهى، زمانها انتهى. طيب ايه يعني غرضه؟ انظر الى الخطاب في الآية، تلك، لو رجعتم الى ما قلناه سابقا عند قوله سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب لعلمنا ان تلتي اسم اشارة، زي ذا اسم اشارة للمذكر، تي يبقى اسم اشارة لمن؟ للمؤنث. واللام قلنا للبعد حاجة الايه البعيدة، والكاف لمين؟ للمخاطب. وقلنا يجب ان تفرقوا بين ايه اسم اشارة وايه وخطاب. يبقى تلك فيها كم؟ تلك بقى ايه فيها كم كلمة؟ ثلاث كلمات، تي اسم اشارة، واللام للايه للبعد، والكاف للمخاطب. يبقى انا عندي مشار اليه وهي الامة، تلك تي اللي هي الايه الامة. والخطاب لمن؟ الخطاب لمين؟ للنبي والأمة الإسلام ولا للمعاصرين له اللي بيخاطبهم؟ قال لك شوف، حيتعدل الخطاب من كاف الواحد إلى ضمير الجماعة. فين أين هذا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ما قالش ولك ولكم. يبقى شوف انتقل الخطاب من الايه من المفرد الى الجمع. ايه العلة؟ ده الكلام واحد بقى، انا اقول لك تلك واخاطبه واحدا ثم اجيب بالضمير جمعا. الملحظ ان ما قال تلك امة فكأنها بوحدة عقيدتها ووحدة ايمانها وعدم تشققها في ذلك شيء واحد، خلاص. ولكن بالنسبة للمحاسبة وللسؤال كل واحد كل واحد. يبقى لازم يعدد الخطاب هناك، هنا ما دام حقول تلك أمة تبقى ايه واحدة. إن هذه أمتكم واحدة. يبقى لما يجي خطبها بيخطب فيها الوحدة الإيمانية، الوحدة العقدية، وتلك الإشارة لمين؟ لإبراهيم وإسماعيل وإيه؟ وإسحاق ويعقوب، ده جماعة كتير. أم قال لك لا، فيه وحدة عقدية يا جماعة،
جمعتهم كلمة ايه؟ امة. كلمة ايه؟ امة. لكن في قوله لها ما كسبتم جاء شيء اخر هو الجزاء على الفعل. والامة واحدة ايمانيا وعقديا ولكنها في الافعال كل واحد ايه؟ مسؤول عن الفعل. ويبقى لازم يجي خطاب الجماعة ولا لا؟ يبقى لازم يجي خطاب الايه؟ خطاب الجماعة. تبقى تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم. ايه هي امة؟ الامة قلنا سابقا انها تطلق على معان متعددة، واطلاق اللفظ الواحد على معان متعددة متروك الى فطنة السامع اذا كانت ملكته عربية، بحيث يرجع كل لفظ الى المعنى المراد منه بذكائه. يبقى ساعة يخاطب الحق سبحانه وتعالى بكلمة امة، والامة دي هتستعمل استعمالات ايه؟ متعددة. لكن السياق هو الذي يحدد لكل موضع معناه، لكل موضع معناه. فهنا لما اذا قال تلك امة قد خلت، تلك امة اي جماعة على دين، مش كده؟ هذه تبقى امة اطلقت على الايه؟ الجماعة. طيب واذا قال الله ان ابراهيم كان امة، ان ابراهيم كان امة، نقول له معنى الامة ما دام الجماعة تبقى فيها مواهب متعددة متكاملة. فابراهيم عنده من المواهب ما يساوي تعدد مواهب امة. ان ابراهيم كان ايه؟ كان أمة. يعني لا تنظر إليه كفرد، ولكن انظر إلى ما اجتمع فيه من خصال الخير ومواهب الكمال، فستجده أمة بحيث يستطيع أن يستغنيك وحدة بكل المواهب. يبقى أدي إيه؟ وبرضو جيت كلمة جماعة ولا لا؟ لأن أمة يعني اجتمع فيه إيه؟ طب ما هي برضو ولا لا؟ طيب وادكر بعد أمة، مش كده؟ يعني افتكر او تذكر بعد امة. اهي امة هي فترة من الزمان، امة هنا يعني ايه؟ فترة من الزمان. مش وادكر بعد ايه؟ امة. طيب لما نيجي نقول امة محمد صلى الله عليه وسلم، امة عيسى، امة، يبقى التابعون له ولا لا؟ يبقى اذا امة تطلق على عدة ايه؟ المعنى الذي يراد هنا ايه؟ جماعة ايمانية، جماعة إيمانية. تلك أمة قد خلت. وإيه يعني قد خلت؟ إياكم أن تنسبوا أنفسكم إليهم نسبا كاذبا. ليه؟ لأن النسب الدموي أو النسب الجنسي أو النسب الترابي أو الانتماء لأي شيء غير الدين ولا علاقة له، لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم ولا من سلالة إسماعيل ولا من سلالة إيه؟ إسحاق، ولا من سلالة يعقوب. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، فلن يتعدى ما اكتسبوا وكسبوه إليكم. يبقى إذن الدين وإن أعطى فكرة الوحدة العقدية إلا أنه عمل إيه؟ الذاتية السلوكية، الذاتية السلوكية، الذاتية السلوكية دي. يبقى كل واحد ايه؟ يبقى كل واحد ادي معنى ولا تزر ايه؟ وازرة وزرة اخرى لها ما كسبت. احنا قلنا لما تيجي كسبة، لما قلنا اذا رأيت كسبة فاعلم انها دائما تؤخذ في عمل الخير، واكتسب يبقى تؤخذ في الايه؟ الشر. ليه؟ قال لك لان اصطياد الشر بالعمل ده افتعال، لان العاقل ما كان يصح له ان يذهب الى الايه؟ فاذا قال من كسب سيئة، بلى من كسب سيئة، نقول له ما هو المصيبة انه اعتبرها كسبا، ليته ذهب اليها واعتبرها اكتسابا، انما هو فرح بقى على انها ايه؟ يبقى ادي غلط كمان من الاخطاء بتاعه، غلطه انه عصي، والغلط الاخر انه فهم انه ايه؟ انه كسب، انه ايه؟ كسب. بل الحق سبحانه وتعالى بيقول لا تتمسحوا في الانساب
ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول لقريش وهم قبيلته وعصبته يقول لا يأتيني الناس بأعمالكم وتأتوني بأنسابكم، لا يأتيني الناس بإيه؟ بأعمالهم وانتم تقولوا بإيه؟ بأنسابكم. لا ما فيش إيه. لا تزر وازرة إيه؟ وزر إيه؟ وزر. دي بقى في العملية العقدية، فلا يصطدم ذلك النص في لها ما كسبت ولكم ما إيه؟ ما كسبتم، لا يصطدم بمعنى آخر ورد في القرآن. ولذلك اليقظة يجب أن تتنبه إلى كل ما في آيات القرآن حتى تعرف الآية دي تتعارض ولا ما تتعارضش، لها وجه أن تلتقي ولا ليس لها وجه إيه أن تلتقي، عشان ما تحررش المعنى ثم تأتي آيات فتهدم لك هذا الإيه المعنى. الآية الثانية اللي بتقول إيه عند قول الحق سبحانه وتعالى في إيه والذين آمنوا. طيب آمنوا ها واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بإيمان ويا بقى والذين إيه آمن واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ما لهم خبر إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا بمين؟ الذين طب ما هم ابنائهم مؤمنين، ابنائهم واتبعتهم ذريتهم بايمان. طب كلمه الالحاق انما تتاتى لتلحق ناقصا بكامل، ما انت هتلحق ده بينا ازاي اذا كانوا الاثنين مؤمنين؟ تبقى بتلحق حد ليه بالتالي؟ ما تلحقش حد بالتالي لان كل واحد ايه كل واحد مؤمن في ذاته. الايمان شيء وبعد ذلك العمل بمقتضى الإيمان شيء آخر. العمل بمقتضى الإيمان واحد يطبق العمل بمقتضى الإيمان وواحد يأثر شوية. فيريد الله رحمة بالآباء أن ذريتهم الذين يتبعونهم في الإيمان، يبقى لازم يكونوا مؤمنين أولا، إذن غير المؤمنين مبعدين، غير المؤمنين ما لهمش دعوة بأبائهم، يبقى ما تزرش وزرة وزرة أخرى ولا أي حاجة، انتهت المسألة، انقطعت الإيه انقطعت الإيه الصلة. لكن إذا كان الآباء لهم أعمال كثيرة كويسة وبعدين الآباء لهم إيمان وبعدين أعمالهم أقل من مين من العمل، لا ينزل الله الذرية وهم الأبناء في الجنة منزلة إلا أن يكونوا مع آبائهم، لأن الإيمان إيه واحد موجود. ولذلك تاخدها من الآية إزاي، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وما لما ألحقنا يبقى أكن الآباء، لا الآباء عملهم أكتر والأبناء مش هتلحق، وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن كلمة عمل جت هنا، ما ألتناهم يعني إيه؟ ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ليه؟ لأن واحد يقول لك هو يأخذ الآباء بإيمانهم والأبناء بإيمانهم، خلاص انتهت المسألة، وبعد ذلك يأتي في عمل الآباء ويضمه إلى عمل الأبناء، ثم يأخذ المتوسط ليوزع المنزلة على مجموع العملين، نقول له لا وما أنقصناهم من عملهم من شيء. أدي التفضل، التفضل جاي إزاي؟ التفضل جاي في إيه؟ في إننا سنلحق الأبناء الذين قصرت أعمالهم عن آبائهم بآبائهم، ومش بأخذ متوسط، لا وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من إيه من شيء. الله، يبقى إذن ما لها ما كسبت ولكم ما إيه ما كسبتم، نقول له لا دي في عملية الإيمان العقدية، عملية الإيمان والكلام كله في الإيمان العقدي، كمان كله في إيه في الإيمان الإيه في الإيمان العقدي، إنما في العمل
يلحق مين؟ أم قال لك طيب إذا كان الله سيلحق الأبناء بالآباء ولا ينقص الآباء من عملهم ليه؟ يقول لك لأنه لو أخذ من عمل الآباء وزود عمل الأبناء علشان يوصلوهم هتنزل منزلة الآباء شوية عن مكانهم ولا ما تنزلش؟ هتنزل ولا ما تنزلش؟ ما دام هناخد من الآباء شوية من عملهم نديها هنا يبقى معنى ذلك ايه؟ تنزل منزلة الآباء. يبقى إذن رحمة الله على حساب الآباء؟ لا، ده رحمة الله فوق حساب الآباء، رحمة الله فوق حساب الآباء. ولذلك قال وما ألتناهم من عملهم من شيء. نقول له طيب هذه المسألة تتعارض مع قول الحق سبحانه وتعالى إن كل واحد عمله بس بس كده، كل امرئ بما كسب ايه رهين، وان ليس للانسان الا ايه الا ما سعى. ما انت هتدي للابناء شيء من غير سعيهم، مش كده ولا لا؟ تدي للابناء شيء من غير ايه سعيهم. نقول لا، افهم النص كويس. وان ليس للانسان، واللام تفيد الملكية والحق. اللام تفيد ايه؟ ملكية والحق. فهي حددت العدل، العدل انه ما ياخدش، لكنها لم تحدد الفضل. كما تقول لخادمك ليس لك عندي في الشهر الا 10 جنيه، يعني لك ايه حق، انما جي اخر الشهر وحطيت ايدك في 15 واديله، انت حددت باللام العدل الحق، انما لم تحدد الفضل. فكأن الآية هنا حددت ايه العدل ولم تحدد الفضل. ومن قال ان ده مش هيبقى من سعه ليه؟ قال لك لماذا لا تجعلوا الحاق الابناء بابائهم في المنزلة العالية لابائهم خلاص ورفعهم، ده تكريم لعمل الآباء. يبقى أنا ما بوديهش علشان أكرم الولد، أنا بوديه عشان أكرم الوالد. تبقى لمصلحة مين؟ لمصلحة الإيه؟ الآباء. ولذلك كان العلماء يعني يضعون شيئا يؤدي مثل هذا المعنى. قالوا إن ولدا كان أبوه مشرفا على نفسه، فلما مات أبوه الذي أسرف على نفسه حزن عليه ابنه لأنه خايف على، ثم رأى رؤيا، هذه الرؤيا أن أباه جالس فوق راسه كده في الجو دون السماء، وقعد كده ومعاه حور عين، واحدة من الحور العين القعدة وياه تؤنسه وقعدة وياه يعني كده. أم تعجب كيف يجازى أبوه وكان مسلفا على نفسه بالمسألة دي؟ ده ما يعني عمله الذي كان يعلمه له ما يوديش هذه المنزلة. فسأله قال له يا أبي كيف صرت إلى هذه المنزلة؟ قال وأي منزلة هي؟ قال كيف يتكون معك واحدة جميلة كده؟ قال له أنت فاهم إنها جاية تنعم لي؟ قال له قال له لا، ده أنا جاي عقوبة ليه، أنا عقوبة إيه، انا عقوبه ليه، ما مش جايه ما اذن. فقول الحق سبحانه وتعالى تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لان الكلام كله يدور حول الايه، حول العقيده، حول ايه العقيده. واذا ما اردت ان تحدد ذلك في قوله وان ليس للانسان الا ما سعى، قل له ليس له عدلا، ولكن ذلك لا يمنع الفضل من الله. والفضل من الله عند المؤمنين بالله هو الملاذ الذي يلجأ إليه كل مؤمن بالله. ولذلك قال الله في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي من أعمال. أنت ما تفرح إنك بتجمع عمل، لا، الذي يفرح هو إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه. يبقى اذا الفرح مش يبقاش بالعمل، ده انت هتفرح بايه؟ تفرح بفضل الله.
وأيضا فإن مثلا يجي واحد يقول لك طيب الصلاة التي نصليها على موتانا ما المقصود الشرعي منها؟ بنصلي ليه عليهم؟ إن كانت تفيد فستفيده فائدة زيادة عن عمله، وإن ما كانش هتدي له حاجة أكتر من عمله تبقى فائدتها إيه؟ تبقى بتعمل إيه دي؟ لكن ده الشرع كلفنا بها، يبقى لازم لها عمل ولا لا؟ نقول له أنت فاهم إن الصلاة على الميت ليست من عمله؟ ده داخل عمله، لأنك هل تصلي على كافر؟ أنت صليت على إيمان، والإيمان من عمله ولا لا؟ فإيمانه هو الذي جاء بك لتصلي عليه. يبقى ده من عمل ولا مش من عمل؟ نعم. يبقى ده من ايه؟ يبقى ده من عمل الذي تدعو له مثلا بالخير لانه علمك مسألة من المسائل ويستجيب الله دعاءك له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة وبالرضوان. ايقال انه اخذ غير عمله؟ دعاءك له من عمله، لانك لا تدعو له الا ان اثر في حياتك تأثيرا طيبا خيرا. وإلا فهل تدعو لانسان اخذ بيدك الى خمرة؟ هل تدعو لإنسان أخذ بيدك إلى فاحشة أو إلى منكر؟ ولا تفر من ذكره؟ أنت لا تدعو بالخير والرحمة إلا لمن إيه؟ لمن أعطاك شيئا من ثمار الخير. فحين تدعو له ويستجيب الله دعاءك له يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى أيضا من عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شوف 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 عظمة الرب، شوف عظمة الإله. طب بالله هو الكلام للمعاصرين دي في الأمة اللي خلت من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يبقى دول هم اللي هيسألهم ولا عما كانوا يعملون؟ دول ده الحكاية فيهم، في المخاطبين دول الحكاية في المخاطبين دول. تبقى ولا تسألون عما كانوا ايه؟ عما كانوا يعملون. طب وهل ما كانوا يعملونه في الأمة التي خلت مما يسألوا عنه؟ الكل إيمان وكل ايه؟ وكل خير. يبقى إذا إن كانوا بيقولوا ذاك حيجي بقى يقولوا إن إبراهيم كان يهودي وكان نصراني، يقول لهم والله مالكوش دعوة، أنتم مش هتسألوا عن ايه؟ عن عملهم، خلوا ارتاحوا أنتم، بس انجم بأنفسكم، ما تبقوش للي هناك، انتوا مش فالحين لسه في روحكم، مش فالحين في روحكم. ولا تسألون عما كانوا ايه؟ عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. احنا قلنا ساعة ما تيجي قالوا يبقى بقوا الجماعة ولا لا؟ جماعة. طيب مين اللي قال؟ قالت اليهود والنصارى. هل هم متفقين؟ مش متفقين. لو كانوا متفقين ولذلك وقالوا لنا ادخل الجنة اذكروها الا من كان هودا او ايه؟ هم متفقين؟ لا، ده وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان ايه؟ اهي الاية دي من هذا الايه؟ من هذا النمط. وقالوا ايه؟ كونوا هودا. هنا بقى عندنا عناصر ثلاثة، اليهود والنصارى والايه والمشركين، يقابلهم ايه كلهم دول في صفه كده؟ والمؤمنين. وقالوا اي قالت اليهود كونوا ايه؟ كونوا هودا. وقالت النصارى كونوا نصارى. مش كده؟ كونوا يعني مين؟ لمين؟ للمؤمنين او للمشركين كمان. خلاص، يبقى وقالت اليهود للمؤمنين وللمشركين وللنصارى كونوا هودا. خلاص، وقالت النصارى لليهود وللمشركين وللمؤمنين كونوا نصارى. مش كده؟ يبقى كأن كل واحد منهما لا يرى الخير إلا فيما إيه؟ إلا فيما. كل واحد لا يرى الخير إلا فيما. لكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موساها وتوراته الصحيحة، وأخذ من النصرانية عيساها وإنجيله الإيه؟ الصحيح. فآمن هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم
وبهؤلاء، لان دوك من المشركين بقى ما لهمش لا ده لا ده ولا ده. اذا معنى ذلك ان الاسلام نظر الى وحدة الصفقة الايمانية المعقودة بين كل مؤمن بالله وبين الله، ولذلك حيقول لا نفرق بين احد من ايه من رسله. وقالوا يبقى قسمنا، قالوا دي وقالوا كونوا هودا أو الا بالله ما جابش المشركين الوثنيين، لان دول لهم حجة في انهم اتباع دين واتباع رسول ومش عارف، ما دول كان ما يدخلوش المجال ده بقى، هيقولوا كونوا ايه يقولوا كونوا ايه يعني عدم ادخالهم في القول دليل على انهم هم حتى ما يقدروش يقولوها، لكن دول حجتهم في ان يقولوا انهم ايه تابعون لرسول. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل ردا عليهم بل ملة ابراهيم حنيفا. ردهم الى ما لا يمكن ان يخالف فيه، ردهم الى ما لا يمكن، وهو مين؟ بدليل انهم لم يخرجوا ابراهيم، بل قالوا ان ده ابراهيم كان لا كان يهودي. اذا فهم ما نفوش، فقال لهم بل ملة. اذا فجاء لهم بالقدر المشترك قبل ان يجيء التوزيع في اسماعيل، والتوزيع في من؟ في اسحاق. وردهم الى من؟ الى الامر المتفق عليه في ايه؟ في ابراهيم. بل ملة ابراهيم حنيفة. حنيفا يعني ايه؟ نسمع كلمة حنيف، واحنا قلنا ان الاشتقاقات اللفظية لازم لها علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الذي استعملت فيه جرعية، والمعنى الذي استعملت فيه شرعية. الحنف ميل في الرجلين، تميل الرجل الى الرجل، يعني الرجلين الاصول يبقوا كده مستقيمين كده، لا تقوم تلاقيهم عاملين مقوسين شويه كده وميلين، يعني اليمين مياله الى الايه الى اليسار، وتبقى رجليها عامله كده، اسمه ده حنف. يبقى الحنف اعوجاج في ايه؟ في الرجل، بحيث ان دي ما تاخدش مجراها للمستقيم الطوالي، ودي مش ما تاخدش مجراها الايه المستقيم الطوالي. طب كيف ياتي بالعوج ده ويجعله هو رمز الصراط المستقيم؟ طب ما هو بعضهم قال الحنيف ياتوا يعني الصراط الايه المستقيم. اذكروا جيدا اننا قلنا سابقا ان الرسل لا ينزلهم الله الا حين تطم الغفلة عن منهج الله، لا اله الا الله، بمعنى ان الله يرسل الرسول، وطالما وجد من اتباع الرسول من يحمل منهج الرسول، ويوجد اناس يعملوا منكر واناس ينهونهم عن المنكر، تبقى المسألة فيها ايه؟ فيها خير. واحنا قلنا ان العملية في النفس البشرية لونين، لون ذاتي في النفس، بمعنى ان الانسان يصنع شرا مرة ثم يأتي من داخل نفسه ما يؤنبه على ذلك، يبقى فيه وحدة. وحدة ايه؟ ان جاءت بمنكر ساعة يجيء منها معروف ايه، ولذلك دي اللي بنسميها النفس اللي ايه اللوامة. يبقى ده كلام طيب، يبقى نفسه يعني تغفله مرة ثم تأتي نفسه، يبقى فيه وحدة ذاتية، وحدة يعني علاج تعالج. فإذا ما تأصل الشر في النفس البشرية ولم يوجد في الإنسان إلا نفس الأمارة بالسوء، ومعنى أمارة مش آمرة، أمارة يعني خدت الأمر بالسوء شغلانة، يقوم نقول له أنت في ذاتك قد فسدت، إنما قد يوجد خلية أخرى من إخوانك المؤمنين تأخذ بيدك حين تكون نفسك أمارة. يبقى الوازع من مين؟ من خارج النفس. فإذا فسد المجتمع كله وأصبحت النفس أمارة والمجتمع ما فيش حد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يبقى ما فيش، يبقى لازم السماء تتدخل، لازم السماء ايه تتدخل. يبقى متى تتدخل السماء بالمنهج؟
بقى اذا تتركوا عملية الذاتية في النفس الانسانية بانه ان كانت فيها ناحية شر تبقى فيها ناحية ايه خير تلو يبقى كويس ده. فان فسدت نفس من النفوس يبقى فيه نفوس ايه نفوس خيرة تانية ايه تعدل منهجه. فان فسد كل هذا يبقى لابد ان تتدخل السماء لابد ان تتدخل مين لابد ان تتدخل السماء. وساعة تتدخل السماء لازم تجيب رسول جديد. اذا فحين يقول الله سبحانه وتعالى ان محمد عليه الصلاة والسلام ده خاتم الرسالات فتيقن ان امته لن يخلو منها خير يلفت في الذات او في البيئة. ولذلك انظر الى عنصر الخيرية في امته صلى الله عليه وسلم كنتم خير امة اخرجت للناس. ليه تأمرون بالمعروف ويبقى تنحل عنهم ولذلك يجي رسول بعد. انما دي مش هتنحل عنكم ابدا. برضو مهما فسد انسان في ناحية فمن زواياه ما يصلحه. وحد ان انسانا فسد فمن زوايا اخوانه المؤمنين ما يصح. ولذلك سيظل في امة محمد من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر وبذلك يطمئن الله على ان الامة خيرة. ولذلك لن يأتي رسول ايه لن يأتي رسول بعد محمد لن يأتي رسول بعد ايه. والذي يدل على هذه الخيرية في امته صلى الله عليه وسلم انه لما يجي يتكلم على الامم يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما دام لا يتناهون عن منكر فعلوه يبقى معناه ان المجتمع كله ايه كله فسد. انما هنا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف. اذا فوجود منكر في امه محمد صلى الله عليه وسلم لن ينفي عنها الخيريه لن ينفع لان ما دام تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اذا لم يكن منكر اكان يوجد نهي عن منكر يبقى صح انه يجي. انما معنى ذلك انه لا تحدث في امته اجتماعيه على انها تتناسى الامر بالمعروف والنهي عن الايه وعن المنكر. يبقى دي ميزه من ميزه مين من امه محمد صلى الله عليه وسلم. الميزه الاخرى التي يجب ان نتنبه اليها ان كل رسول سبق محمد صلى الله عليه وسلم ما كان له ليجتهد في حكم لم توكله السماء بأن يجتهد في حكم وإنما كان يبلغ الحكم عن الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم أمنه الله على أن يشرع ويكمل التشريع فيقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيعطي له ايه يعطي له ايه عمل. ويتسامى الامر في ذلك الى ان يشمل امته فلامته ان تأخذ من اصول الدين ما تستنبط به احكاما اجتهادية تجتهد فيها. اذا فامته صلى الله عليه وسلم لها من الميزة على الأمم ما يجعلها بحق خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر.